السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحية طيبة مشاهدينا الكرام، أهلا بكم إلى حلقة جديدة من برنامجكم صوتكم. نعرض لحضراتكم أبرز ما تم تداوله في مواقع التواصل الاجتماعي، وننتظر مشاركاتكم للتفاعل بشأن مواضيعنا من خلال الأرقام التي نعرضها أسفل الشاشة أمام حضراتكم، وأيضا من خلال خدمة الواتساب أو رقم الواتساب المخصص لاستقبال الرسائل المكتوبة فقط. هذه خدمة لا تستقبل الاتصالات، هي فقط للرسائل المكتوبة. لذا من يواجه مشكلة في الاتصال بنا، ليس لديه رصيد، لا يستطيع المشاركة بالصوت، بإمكانه أن يقوم بإرسال رسالة مكتوبة وستقرأ كما أرسلت. إذا يريد أن يخفي البيانات فهو حر، لن يظهر أي شيء من بيانات المرسل سوى الرسالة المكتوبة. نبدأ مشاهدينا الكرام بفقراتنا، فقرة المقاطع المتداولة في مواقع التواصل الاجتماعي. أول ملف لدينا هو ملف الكهرباء. معاناة المواطن العراقي تستمر في ظل غياب هذه الخدمة، رغم تأكيد وزارة الكهرباء أنها أنفقت أكثر من 100 مليار دولار على قطاع الكهرباء، في مشهد يعكس الحالة المزري لمنظومة الكهرباء في العراق. هذا العامل في القطاع، قطاع الكهرباء، ناشد المواطنين بتخفيف استخدام الكهرباء، وذلك لأن المحطات ليس لديها القدرة على التحميل الزائد وتحمل الاستخدام في فصل الصيف. دعونا نستمع إلى حديثه. السلام عليكم. درجة الحرارة تصعد 40 45 50، والأحمال جاي تزيد، فراح من والديك بعدة ثلاجة مكيف سبليت ما يحتاج الخيطة فيهن، لان جاي نعاني وايد من هاي الشغلات، والمحطه كل ساعه جاي تطيح، المغذي كل ساعه يطيح ما يتحمل هاي الحراره، ومشكور احمد والديكم. كثير من الدول الخليجيه المحيطه بنا درجات الحراره تصل فيها الى مثل درجات العراق. الكويت، السعوديه، دول اخرى تصل فيها درجات الحراره الى هذه المستويات، لكن لماذا لا تقطع الكهرباء هناك؟ لماذا لا تفصل المولدات هناك؟ ما الفرق ما بين درجات الحرارة في العراق وما بين درجات الحرارة في البلدان الحارة أيضا التي تشهد درجات مماثلة بل ربما أشد حرارة؟ لماذا في العراق رغم إنفاق 100 مليار دولار على قطاع الكهرباء تفصل المولدات الكهربائية وتنقطع الكهرباء عن المواطن في فصل الصيف وهو بأمس الحاجة إلى ما يخفف عنه من درجات الحرارة المرتفعة؟ دعونا نكمل مشاهدينا الكرام في فقرة أو ملف الكهرباء. أحد المواطنين العراقيين وثق بمقطع مصور محولة كهربائية آيلة للسقوط في إحدى مدن العراق، دعونا نشاهد. يعني ربكم هاي حالة، هسه هاي المحولة طاحت، لو طايحة على العالم هسه وكد العالم، يلا شوفوا ربكم. يلا وين هم الكهرباء؟ وين المحافظة يجي يشوف؟ شوف صار شوف. يجون يشوفون هاك زين ما طاحت على السيارات كثيرة في العالم كفت في الوعرة. هل يعقل أن 100 مليار دولار أنفقت على قطاع الكهرباء في العراق وهذا هو حال شوارع، أحد شوارع العراق، أحد شوارع العراق في إحدى المحافظات العراقية؟ حقيقة لم يتسنى لنا معرفة المحافظة بالتحديد، لكن كما تلاحظون أسلاك بشكل عشوائي، هذا العمود آيل للسقوط، قد يؤذي أحد، قد يسبب حادث سير لأنه على طريق عام. إذن ما فائدة أو أين هذه الأموال التي أنفقت على قطاع الكهرباء والمنظومة بهذا السوء والحال في الشوارع بهذا الوضع المأساوي؟ موضوع الكهرباء لم ينتهي عند هذا الحد مشاهدينا، ننتقل إلى محافظة ديالى، حيث رصد مقطع مصور شابا يخاطر بحياته من خلال تسلق أحد الأعمدة الكهربائية لتعديل بعض الأسلاك الكهربائية خشية حدوث إشكالية إن توفرت الكهرباء، لنشاهد.
طبعا قد تكون نية الشاب اللي ظهر في المقطع نية سليمة، أنه أراد أن يبعد خطرا معينا أو يتلافى حدوث مشكلة إن عادت الكهرباء وتلامست الأسلاك، لكن هذه ليست وظيفة هذا الشاب. يجب أن تكون هناك جهات حكومية مسؤولة، يجب أن يكون هناك رقم مخصص أو وسيلة تدفع المواطن إلى التواصل مع هذه الجهات الحكومية في سبيل إخطارهم عن مكان وجود مشكلة أو خلل في الأسلاك، في عواميد الإنارة، في عواميد الكهرباء وغيرها. ما دور الجهات المعنية في وزارة الكهرباء إن كان المواطن هو الذي يجتهد في سبيل معالجة مشكلة معينة وقد كان ممكن أن يتسبب بأذى لنفسه إن كانت هناك كهرباء في تلك الأسلاك؟ لنتابع مشاهدينا سريعا التعليقات التي وردت بشأن هذا أو هذه المقاطع في موقع فيسبوك. يقول عبود الربيعي: اي لان سياره مال الكهرباء خطيه بالتصليح وملتم عليهم، فما عندهم ميزانيه يخلون سياره احتياط. تعليق من حسام طه يقول: بزعه العالم، لان ماكو حل، اذا صار عطل قلنا الله، لازم تنطيهم فلوس يلا يطلعون. تعليق من جمانة العزاوي تقول: ربي يحمي ويوفق، هذا عنده غيرة. تقصد طبعا بالنسبة للشخص اللي تم أو تسلق عمود الإنارة في دياله، عمود الكهرباء. تقول: ربي يحمي ويوفق، هذا عنده غيرة، أحسن من الحكومة الفاشلة وأهل الكهرباء كلها كذب بكذب، حسبي الله ونعم الوكيل. وموفق الخزرجي يقول: أخي بدياله صلح براحتك، ما عندنا كهرباء. معنا اتصالات. السيد أبو عمر من بغداد، تفضل. حياك الله أستاذ محمد. أهلا وسهلا يا أبو عمر. وحيا الله قناة الرافدين وحيا الله أستاذ المشاهدين. الله يسلمك، كل الهلا. أهلا وسهلا أستاذ محمد. إحنا وضعنا بالعراق يعني الكهرباء من يعني من الشغلات المهمة اللي لازم تكون تتحمل الحكومة وتتحملها يعني طيل السنوات اللي صارت في العراق، يعني كبير بالزراعة وبالصناعة وبالمعامل كل الأمور. إحنا الكهرباء هو مصدر رئيسي للحياة، يعني نقدر نقول يعني يشغل يعني المواطن العراقي، يعني من ان اكو معامل عندنا، اكو مصانع يعني موجوده اهليه، اكو دور يعني ناس يعني محتاجه لهذه يعني الكهرباء، فاكو ناس يعني ما يقدرون السحر يسحبون لانه امكانياتهم قليله، فالحكومه ما نظرت هذا الشعب العراقي طيله من 2003 ولحد الان. الشعب قاعد يمر بس بأسوء الحالات وأسوأ الحالات. أستاذ محمد كلنا نعرفهم، كل الفساد اللي موجودة بالوزارات عندنا، وزارة الصناعة، وزارة الزراعة، وزارة البيئة، كل هاي الأمور ما جاي تخدم للشعب العراقي وخاصة وزارة ماشي أبو عمر. الفساد إحنا فاهمين إنه العراق عبارة عن بلد فاسد اللي حكموه أفسد من الفساد، لكن السؤال إنه هاي $100 مليار ليش لغاية الآن ما حد تحاسب عليها؟ $100 مليار مو بس تخلي أكو كهرباء بكل العراق ومستمرة 24 ساعة، لا، تكفي لتصدير كهرباء إلى دول أخرى. هاي $100 مليار بإمكانها أن تنشئ محطات عملاقة، عشرات المحطات العملاقة في العراق تكفي لبيع الكهرباء إلى دول أخرى. $100 مليار ولغاية الآن الناس ما عندها كهرباء، يعني هاي الفلوس ما حد حيتحاسب عليها؟ عرفنا مباقت، ما حد حيتحاسب عليها؟ استاذ محمد احنا لو بالعراق عندنا سلطه احزاب اللي موجوده كلهم هم المسؤولين عن وضع البلد وتدمير البلد، رئيس الوزراء ما له اي دور وما عندنا اي جهه مسؤوله تحاسب اي وزير من وزراء اللي موجودين اللي قاعدين اللي يعني يحكمون في العراق، ما عندهم اي حساب عليهم، كلهم فاسدين، كلهم يحاولون يعني هاي النظريه تنسب النظريه من سلطه الاحزاب يعني تدمير الشعب، سرقة أمواله، يعني المصاف بيجي، كل المصاف اللي كانت عنده قبل 2003 دمروها وفلشوها وحطموها، هذه ممكن لو كانت المصاف اللي موجودة عندنا بدون ما شفوها بدون ما فلشوها، لكان عندنا اشتغلت وردت الكهرباء وتحسنت،
بدون ما نستورد الغاز من ايران والباقي الدول اللي هم حسب اقوالهم اللي نستورد، فهذا عبء على الحكومه وخزي وعار على صحبة الاعشاب. العراق هو اللي هو لازم يكون يصدر لانه بلد نفطي وبلد يعني خير من الله اللي موجود خيرات هو الموجوده فيها. يعني ابو عمر انت حضرتك تحدثت عن الغاز اللي يتم شراءه من ايران. العراق يحرق كميات ضخمة من الغاز الطبيعي المستخرج أثناء عملية استخراج البترول، يكون هناك غاز مصاحب، هذا الغاز العراق بدل ما يستفاد منه وهو من أجود الأنواع يقوم بحرقه. هذا الغاز بحسب دراسات من البنك الدولي تؤكد أنه لو تم استثماره لولد كهرباء في الشهر الواحد لأكثر من 5 ملايين منزل. ليش احنا نروح نشتري من ايران ونشتري بالدين من ايران، واليوم ايران تطلب العراق اكثر من مليار و600 مليون دولار ديون على صفقات الغاز اللي ابرمت؟ ليش احنا نروح نشتري غاز من ايران من الجارة الصديقة مثل ما يقولون اللي تقطع عليك الغاز في لو حال لو ما دفعت، واحنا عندنا غاز يغنينا عن غاز ايران وغاز دول اخرى كثيرة؟ أستاذ محمد، لأنه الإدارة الموجودة عندنا بالعراق إدارة فاشلة وإدارة فاشلة وإدارة يعني ظالمة الشعب العراقي كله، فهاي الأمور اللي هم يعرفوها من ناس أكفاء، ناس يعني ذات كفاءات، ناس ذات فهم، اللي يعني تكون لها دور في هذا الشعب في يعني مسك الأمور يعني بالمصافي أو بالوزارات اللي مهمة للعراقيين. فما لاحظنا من اي وزاره اي يعني جهه انه بها ناس اكفاء يعني يعتمدون على هذا البلد من يعني من الغاز اللي قاعد اللي المصافي الموجوده عندنا يعني يتم تسريبها ويتم تصفيتها ويتم يعني اعادتها. فهاي كلها مقصوده استاذ محمد لانه يرجعون تدمير الشعب العراقي يعني نقدر نقول يرجعون الامارات سنين لورا، فماكو اي تقدم عندنا بوجود هذه سلطه الاحزاب والقيادات الفاشله. احنا نعرف الكهرباء من صارتنا واثناء الحرب مع الزيت، يعني كهرباء هم دمرت هم ضربت رجل كهرباء لساعات، فكانت تنطفي عندنا ساعتين باليوم، مع العلم يعني الكباب وقد دمرت تدمير كامل. طيب يعني انا اشكر نعم وصلت الفكره، شكرا ابو عمر من بغداد. وطن من الدنمارك، تفضل او تفضلي. السلام عليكم. تفضل حياك الله. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اخي العزيز مشكورين على البرامج من اجل العراق، بارك الله بكم. الله يسلمك. ولكن السؤال هنا اي تريدنا نشكي لو تريدنا نحط نقاط على الحروف. تفضل. لأن من 2003 لحد الان نعم. هو العراق منتهي، ما يبيع كل شيء، ما يبيع به. ما يبيع كل شيء، فتريدنا نشكي نقعد لك نشكي وفعلهم وتركهم وباقونا دولا عندنا نهج صحيح من اجل ننتصر. لا بالعكس، لابد انه يكون اكو نهج صحيح ولابد انه اكو حديث منطقي حتى الناس تفهم والناس تعرف شنو الحل. بارك الله بك. طيب اذا اول دعوه للمشاهدين القناتك الكريمه. طيب اخواني حضروا اسئله للحديث معتي، حضروا اسئله، خلي تفاعل هاي الفكره تتفاعل حتى يصير كل ما يصير مدى واسع داخل العراق. اعتبروا 3-4 واي 3-4 على السارق والحرام والعميل يشرد. طيب فنبدا بالحديث ان شاء الله، تسمح لي استاذي؟ تفضل. الله يخليك. اول خطوه نقوم بها المفروض بناء المواطن وليس بناء شوارع وعمارات. بناء المواطن ثلاث نقاط: الراتب، الكارت العلاج، سماع صوته. راتب، كارت علاج، سماع صوت، هاي اولا. ثانيا الخطوه الثانيه اللي نقوم بها البيان الاول اللي راح يكون ان شاء الله بعد موافقتكم ومساعدتكم واستماع الشعب ان شاء الله هو اعفاء المواطنين من كل الديون المترتبه عليه. شكو دين على المواطن لان باب ما فيه الكفايه، فلما تعفي المواطن من كهرباء ومن ماء ومن غرامه او من قصد عليه على سلفه كلها بسيطه ترى. هسه بس لحظه حضرتك عبرت اتفضل. نقطه مهمه عبرت نقطه اتفضل. انت دا تتكلم فيما بعد لو تم ازاحه من يحكمون العراق اليوم. حلو. بس لحظه
شلون ممكن يتم ازاحتهم اصلا؟ تعال لهي النقطه اللي هي هسه لسان حال العراقيين، هاي اهم نقطه. شلون ازاحتهم؟ اي شلون؟ هاي بسيطه جدا. اول شيء حديثنا سماكو سياسي طلع تحدث للمواطن، فد تحدث للقوى الحاكمه. طيب على المجموعه الفلانيه، لا احنا جا نتحدث للمواطن، قل له يا مواطن واحد اثنين ثلاثه اذن ما اذن، شلون تقولوها بالعراق اذن المالات. اي البرنامج لما المواطن يقتنع، الطالب والطالب والما عنده عمل والرجل الكبير والمراه والطفل يقتنع بين اذن الى ساعه الصفر، راح يصير صوت واحد، وصوت واحد تدري يعني شنو؟ صوت مجتمع كامل، ازاحه جبال كامله من مكانها. فانا هيك احكي يعني اول خلينا نقول سيد وطن، هذا الكلام مو جديد وصاير بالعراق اليوم. اليوم لما نشوف انه انتخابات مقاطعه بنسبه 85% بحسب هم السياسيين اللي قالوا هذا الكلام، يعني هذا الشعب واعي ومدرك انه ذولا مجموعه من الفاسدين، لكن الاراده الدوليه وفسادهم وبطشهم بالعالم واجرامهم اللي يسمح لهم يستخدمون سلاح حي ضد ناس عزل مخليهم بعدهم بالمكان. تسمح لي اخي تفضل. انا وياك بالكلام، ولكن بالله عليك من 2003 طلع قال للمواطن انت معفي من كل الديون، امانه عليك. لا ما صار هذا. طلع قال للمواطن الاملاك التابعه للوقف الشيعي والسني من محلات والمحلات التابعه للحكومه تتملك لصاحبها. ما يقولون هذا، ليش ما يقولون هذا؟ لازم يبقون الشعب العراقي حيران بنفسه، هو هذا الحكي قديم، هو لا. احنا نقول في ساعة الصفر، شنو ساعة الصفر؟ لما الدول العالم احنا راح نتعامل ويا من؟ ويا الشعب اولا، اقناع الشعب اولا بالمالات اللي هاي ماشي عندكم، بالمالات شنو؟ ساعة الصفر ايش راح يكون؟ ساعة الصفر تمانيت بالميليشيات والقدر. لا بس لحظة، يعني انا بس اريد افتهم نقطة، انت تريد تقول انه تريد تقنع الشعب بمغريات مادية حتى يطلعون يتظاهرون او يطلع مو قصة مغريات ولا مظاهرات، الله يخليك. شلون لعد؟ المظاهرات بري كاسي دماء لشبابنا، الله يخليك. تمام شلون ماشي هسه ماشي، بس لحظة، اذا المظاهرات الطريقة السلمية بالنسبة لك هي غير ناجحة، لعد الشعب شلون حيقوم بإزالة هؤلاء؟ اسمح لي يا قلب، خلي شوية احكي وبعدين اسأل شتري مدري حبيبي. يلا المظاهرات سلمية هي عنوان لسلام المسؤول الحرامي، منو طلعها؟ المعمم. سلمية المسؤول يباوع من الشباك، هاي قالها بالنجف، قال انا ليش اطلع مظاهرات؟ ذاك المسؤول يباوع عليه لان انا طالع له سلمية، يعني جات وسل بيده رحمه الوالده، فلا تطردني شيء من اللي تتبوقه، هاي سلمية واحد، ولا مظاهرات مسلحة، ما اريد هالسوالف قلبي حبيبي. طيب شلون لا؟ اها انت خوش بارك الله بيك، جاي تطي وتاخذ تطي بالكلام. انت عندك عائله ها وتريدهم ينجحون، ها تريدهم شو تقول لهم؟ هاي صوت اضربكم لو طلعوا مظاهرات، لو انت يا فلان انت ايش محتاج بايسك الابني، يلا طلع لك نتيجه حلوه، وقفوا انا بالدراسه واحد بايسك لك الدله. المواطن هيك يا في العراق خطي هذاك اليوم والله. مثالك بس لحظه، مثالك بعد لغايه الان ما وصل للنقطه، شلون الشعب يخلص من ذولا؟ هو ليش وقت يخلص منه من ذولا؟ لا مش وقت، لا مش وقت، شلون الطريقه؟ هي ها فدتيني خلي بس لحظه اخ وطن اختصر لان اكو ناس تنتظر وراك، انا اريد الطريقه، كيف يمكن ازاحه من يحكمون العراق؟ ازاحتهم لما تقنع المواطن، تقول له يا حبيبي يا مواطن يكون صوتنا واحد، وخلنا ناخذ شيء من القران، القران شو يقول؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الله لا يصلح القوم الا يصلح ما بانفسهم، اصلاح النفس كمجتمع. طيب ماشي، وبعدين ماشي وبعدين شنو الخطوه؟ بعدين راح يعرف المواطن ابو الابتدائيه والحامل والخريج والهذا عنده حقوق، ساعه الصفر راح تطبق نصا، تطبق ايش وقت تطبق؟ لما الواحد يقول لك انا بالشهر الاول والثاني راح اعطيك واحد اثنين ثلاثه، بالشهر الرابع والخامس، هي كلها برامج ترى ست اشهر مو هواي والله. سيد وطن تفضل. لغايه الان ما جاوبتني على سؤالي بشكل مباشر، ارجوك عندك اجابه لو لا، شلون الناس تنتهي من او تنهي حكم هؤلاء الفاسدين اللي دي يحكمون العراق؟ شلون تنهي الحكم؟ ما لي علاقه بست اشهر وينطونا وينطيهم. الله يعافيك، شلون تنهيهم؟ شلون؟ اول اللي جاي يحكمون جيش وياهم
والمحكمه وياهم والشرطه وياهم. طيب. صحيح ولا وياك ولا موياك؟ صحيح. حلو، شلون تحميهم؟ هل نطلع مظاهرات ونكتل شبابنا؟ لا عاد شلون؟ دبابات. اها، اذا شلون مظاهرات؟ لا، اول عندي فكر صحيح، مره بحياتنا حنشغل عقلنا. طيب. الدول ترى انبنت بالعقول، ما انبنت بالدماغ. خطيه الشباب كافي تمام. دماغ. شلون؟ خلنا نقنع. اسمح لي، شوف يلا الله يخليك، خلنا نقنع المواطن، خلنا نقنع امه وامه، خلنا نقنع ابوي اللي قاعد بالبيت الثاني اكيد، خلنا نقنع الطفل البارحه يبكي بالتلفزيون، بين هذين مالاتك انت ساعه الصفر كل شيء تسوي؟ ساعه الصفر ليش كل شيء ما يسوي؟ قلبي. طيب انا اشكرك، شكرا جزيلا، نعم وصلت الفكره، شكرا. صراحه ما افتهمت شنو النهايه لهذا الموضوع. الحل شنو؟ سلمية وتظاهرات ما تريد، مسلحة ما تريد، يعني شنو الحل؟ ما طرحت الطريقة اللي يخلص بها العراقيين من ذولا اللي دي حكمون العراق، صار لهم 19 سنة فساد، إجرام، انتهاكات، تدمير للبلد بكل ما يملك من ثروات ومن خيرات ومن عقول، قلبوا البلد إلى بلد متخلف جاهل يسوده الجهل والتخلف والفوضى. نتكلم، إذا حضرتك كنت تريد تتكلم عن نقاط، نحط نقاط على حروف، نخلي النقاط على الحروف بذكر حل المواطن. يعني شنو ساعة الصفر؟ ساعة الصفر حيصير بها قتال، ساعة الصفر حيصير بها مظاهرات، ساعة الصفر حيصير بها اعتصام، حيصير بها إضراب، شو راح يصير بساعة الصفر؟ يجب أن يكون هناك حل. هذا الكلام العائم كلام ما يفهم الناس، كلام ما يخلي الواحد يفتهم شنو الحل. محمد من بغداد، تفضل يا محمد. السلام عليكم استاذ. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله. الله يحييك استاذ محمد. نعم. الوضع بالعراق ما الحل الا ربع، يعني تم القضاء على هاي الاحزاب والحكومة. بس تقول لي نفس الحكي اللي حكاه قبلك عن المواطن. لان دول متسلطين على رقاب البلد او على رقاب الشعب، هذول متسلطين على الوضع في العراق. دمروا كل شيء بالعراق، الخيرات العراق دمروا، البنى التحتية، زرعوا الفتنة الطائفية، زرعوا الجهل، الجهل زرعوا الحكي المخاطرات، جابوا ديانات غريبة عجيبة لهالبلد هذا، قسموا الشعب إلى أقسام، قسم موالي لإيران، قسم ضد إيران، قسم حاير بين زمانه، تيهوا الشعب، سوقوا الشعب مثل الكهرباء مثلا، بالمي مثلا، بالخدمات. الناس من كانت تحكي أخاف واحد من الأحزاب، أخاف واحد من الشاب يصيدني، أو واحد من الأحزاب استاذ يقتلني أنا عائلتي وأنا حايرة برزقي وعيشتي، يخوفون الشعب. نعم. يعني زمن النظام السابق ما سوى مثل ما سوى هذول. هاي وحدة. ثانياً الشعب أعيد كلام هذا المواطن قبلي بس هي. شوية يعني هواية طول بالكلام، لازم الشعب يتحد واحد ويا الآخر أو يصفون نيتهم بحيث ماكو كراهية بين الناس، يعني عايز في المجتمع العراقي واعرو اكو. نعم. كراهية تصير، اكو سجالات، اكو عداوات، اكو نية مصافية، نية من تصفى النية والشعب يدرك انه هذول بيبوقوهم وهذول بده يسوون خير لهالبلد هذا ودم بلد وما معترفين بالشعب اصلا، معترفين به، لازم الشعب يهب هبه وحده لتسقيط هذول الحكومه. ماكو حل الا هذا الحل. طيب. مظاهرات سلميه نسد اياهم، واي دارس من يقول مظاهرات سلميه المرجعيه نطقت هاي المظاهرات سلميه على مود هذول هم يحافظون على مراكزهم. بدك يحكون يكون المظاهرات مظاهرات، بدك يحكون على عقول الشعب. طبعا جزئيه المرجعيه في شعارات التظاهرات سيد محمد. وتأسيس حكومة وطنية حقيقية. اسمعني، يعني تطلق كل مواطن حقه ويرجع العراق غير. طيب. مثل قبل، مو هسه حاليا احنا نعاني، لان احنا كل ما نحكي نقول كهرباء ماكو، كهرباء ماكو، ما تحكون على الشعب وتحكون علينا، يعني يقول لك احنا ما نسوي لكم شيء، شو تسوون؟ سووا براسكم بالفاير. تمام. اذا وحدة الشعب العراقي، اشكرك محمد من بغداد. عباس من الامارات، تفضل يا عباس. السيد عباس من الامارات. عباس ما موجود. قاسم من بغداد، سيد قاسم حياك الله. سماوة، قاسم من السماوة تفضل. قاسم نص صوت التلفزيون واسمعني من الهاتف فقط لو سمحت.
سيد قاسم. السلام عليكم اخوي. عليكم السلام. نص صوت التلفزيون واسمعني من التليفون بس. هاي حياك. السلام. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا أخوي. والله ملينا من هذه الخدمة التي جاء الغاشم. نعم. كل مأساة العراقية بسبب هذه الخدمة والمافيات اللي تابحة لها. الله وكيله. خلينا نفتر لك في موقف آخر. يعني المتمردين اللي احتلوا العراق، ها؟ لا أهمية ذلك. اليوم هم يخدمونه ويقتلونه، والملف العراقي قد أغلقوه أولئك المتمردين. نعم. زين، عندما جابوا هؤلاء الخرم ونصبوهم على حكم العراق حتى يدمروها للعراق ويفنوها للعراق بدمار. جيلوا لا هم والمافيات اللي المواليه لهم. طيب جيلوا لا. اي والله. شنو تعليقك على موضوع الكهرباء، انه ماكو كهرباء اليوم واحنا صارفين او هم صارفين يقولون الحكومه 100 مليار دولار؟ يعني ارقام مثل ما قلت قبل شويه، ارقام تكفي لانشاء عشرات المحطات الكهربائيه العملاقه اللي مو بس تغذي العراق بالكهرباء وتشبع، لا يكون بها فائض ينباع لدول اخرى. هاي الفلوس غير المفروض اكو مقابلها خدمه، اكو مقابلها شيء على الارض، وين الكهرباء بعد انفاق 100 مليار دولار؟ انا محمد. نعم اخوي، هؤلاء الخدم والمافيات دول ما جاؤوا لخدمه العراق، دول جاؤوا لسرقه اموالهم. كل هالخدم هذه يجي للمطاعات اللي كانت موجوده في العراق للاحتلال. لولا يدون يبنوا على العراق، لولا يدوا كل هؤلاء بلع الشعب العراقي بالمعاناه زين. نعم. شلون واحد يؤمن بهم هذه الحسالات لهؤلاء المتمردين؟ نعم. وشلون تعطيهم هالمؤسسات اللي تشواهم؟ والله ما يكون حتى هالمؤسسات اللي يبيهم مؤسسه وزاره الدفاع ووزاره الداخليه وبقيه المؤسسات الاخرى لهؤلاء المتمردين، هؤلاء الخدم. طيب. والمافيات اللي مواليه له. اي والله يا اخو. شكرا سيد قاسم من السماء واشكر حضرتك، شكرا جزيلا، وصلت الفكره. دعونا مشاهدينا الكرام نكمل في فقراتنا في مواقع التواصل الاجتماعي. من مصائب العراق بعد الاحتلال هو السلاح المنفلت، السلاح الفائض، السلاح المنتشر في محافظات عراقيه مختلفه، والذي اصبح من السهل على اي مواطن اليوم ان يحصل على قطعه سلاح. ليش؟ لانه في بعض المناطق يباع على الأرصفة، سوق مرادي موجود فيه السلاح على الأرصفة، ورصد هذا المكان أيضا في مدينة الصدر. حالات بيع السلاح منتشرة بشكل واسع في العراق. وصل السلاح طبعا إلى العشائر، كثير من العشائر العراقية في وسط وجنوب العراق تمتلك السلاح، إن لم تكن جميع العشائر. وهناك بسبب غياب القانون تحدث النزاعات العشائرية. قد يقول البعض بسبب غياب القانون تحدث النزاعات لأسباب قد تتعلق بالشرف، قد تتعلق بالأمن، قد يتعلق الموضوع بسرقات أو غيرها، لكن الموضوع في غالب هذه النزاعات العشائرية بعيدا كل البعد عن المنطق، عن العقل. من ضمن هذه النزاعات التي تودي بحياة كثيرين وتؤدي إلى حدوث إصابات وتؤدي إلى حدوث تلف بالأملاك الخاصة والعامة للدولة أو للمواطن، هذا النزاع الذي سنشاهده الآن في ناحية السلام بمحافظة ميسان. السبب مباراة لكرة القدم. لكم أن تتخيلوا حجم الفوضى التي يعيشها العراق عندما يحدث نزاع مسلح تستخدم فيه أسلحة مختلفة بسبب مباراة لكرة القدم. لنشاهد. Thank you.
هذه مجموعة من الميليشيات تسمى عشائر، لكن هي ميليشيات. كل من يحمل السلاح خارج إطار القانون، خارج إطار الدولة وسيطرتها، تعتبر ميليشيا. هذا هو التوصيف والتعريف لكلمة ميليشيا، هو كل من يحمل السلاح خارج سيطرة وإرادة الدولة وقدرتها على احتواء هذا الموضوع. إذن هي ميليشيا. هذه العشائر تسمى عشائر لكن هي ميليشيات. طيب، هي ميليشيات لا تعترف بالقانون، لا تعترف بالنظام. ماذا عن الحكومة التي تمثل القانون والنظام؟ ماذا عن الوعود التي أطلقت لحصر السلاح بيد الدولة؟ كم من رئيس وزراء جاء تحدث ووعد العراقيين بإنهاء هذا الملف، بحسم هذا الملف، بالسيطرة على السلاح المنفلت في العراق، لاستتباب الأمن، للسيطرة على الوضع المنفلت من الناحية الأمنية؟ دعونا نتابع بعض التعليقات التي وردت بشأن هذا الموضوع. طبعا ننتظر مشاركات حضراتكم مشاهدينا للتعليق بشأن هذا الموضوع أو قضية الكهرباء. اليوم العراق طالما كان هناك سلاح، كيف سيستتب الأمن؟ كيف سيطمئن المواطن العراقي على حياته وحياة أبنائه إذا كان هناك سلاح منفلت، إذا كانت هناك قدرة على استخدام هذا السلاح دون الخوف من وجود دولة، لأن في ظهر عشيرة تمتلك سلاح قد يصل إلى الثقيل في بعض الأحيان وتستطيع أن تجابه دولة كاملة وقوات حكومية؟ وهذا الموضوع حدث طبعا في محافظات عراقية كثيرة. أبو حيدر البهادلي يقول: هذا السبب غياب القانون والحكومة التعبانة والأصحاب الكراسي. يقول في تعليق من أحمد محمد: العراق يعاني من السلاح المنفلت، الله يعين الشعب المسكين. حجي جعفر يقول: ترى صارت الشغلة مهزلة. وآخر تعليق لدينا في هذا الموضوع من ربيع علي فزع الخيلاني يقول: العوائل شنو ذنبها في هذا الانفلات؟ هذا السؤال يطرح دائما. إطلاق نار يكون في المناسبات، يكون في المياتم، يكون في هذه الصراعات على أمور تافهة. يعني شنو يستخدم سلاح ويطلق رصاص بهذه الكثافة وكأنها ساحة معركة بسبب مباراة لكرة القدم؟ قبل فترة بسبب طبق أرز حدث صراع عشائري. يعني معقولة هذا الكلام أنه أرواح الناس رخيصة لهذه الدرجة في العراق اليوم، أنه يقتل الإنسان بسبب أمر تافه مثل مباراة كرة القدم أو بسبب طبق أرز يستخدم فيه نزاع مسلح، تستخدم أسلحة متوسطة، بل لدى بعض العشائر في العراق بحسب الأجهزة الأمنية من ضمنها وزارة الداخلية لديها طائرات مسيرة، لديها أسلحة ثقيلة. كيف حصلت هذه العشائر أو هذه المجموعات على هذا السلاح؟ من الذي وفره لها؟ عبد الرزاق من بابل تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عند ما يغيب القانون وعند ما يغيب الوعي الإنساني لدى الإنسان يعم الجهل، والجهل هو مخلفات الفوضى. يعني هذه التصرفات والسلوكيات من قبل الأشخاص أو من قبل القبائل، يعني بالمناسبات إذا يموت يعني الميت هم يحرق لك الدنيا بالطبع. إذا أنت محرض على رب العالمين ما أعرف، يعني لعبة كرة القدم هم يشعلون لك يعني هذه مو حضارة، هذه مو يعني انت تتقدم نحو التقدم الرقي، وهذه هاي نحو التسافل. انت لما يعني انت هذا الطرق يعني انت مترمي هذه، يعني هاي وين راح تروح؟ حتى راح تروح على راح كلك بشر. يا اخي هل التخلف هذا شنو اللي معشعش عقول هاي الناس اللي ما جاي؟ يعني صراحه انا ما لوم النظام السابق، من كان يعني احنا شفنا يعني صراحة يعني كان الرئيس هذا اتحدى واحد يطلق طرفه. يعني انا والله العلي العظيم اقول يعني كان النظام السابق يستخدم القوة ضد يعني لانه يعرف ايش اكو عنده بشرية الا طيب. أنا يعني انت حضرتك ذكرت نقطة بغض النظر عن النظام السابق، لكن دعنا نتحدث عن النظام. لو كان هناك قانون يطبق بصرامة وكانت هناك عقوبات قاسية على كل من تسول له نفسه أن يخرق القانون، هل لكان أي مواطن في العراق تجرأ على انتهاك القانون؟ هل كان ليتجرأ على استخدام السلاح بهذه الطريقة؟ لو فرض القانون
ما كان الإنسان خضع واحترم نفسه وقاعد بالبيت؟ القانون لما تكون هيبة الدولة، يعني احنا اليوم عندنا قانون بس ما عندنا حكومة اللي يعني عندها قوة. شوف يعني القوة مال الحكومة يعني ضعيفة كلش، فشوف هذا الإنسان الأمتي يتصرف هاي التصرفات الغير لائقة. يعني أنا جاي أشوف يعني للأسف الشديد ما أكو عبودية عند الناس، يعني ما يستغل الحرية هذه للاحترام، يستغلها للفائدة، يستغلها بأمور يعني صراحة حتى القرون الوسطى ما تستخدمها. إلى متى أنت وإحنا اليوم بلا قرن إحنا عايشين بعصر التكنولوجيا هذا غير هذا غير موضوع الفصل العشائري اللي هو صار عبارة عن تجارة وصار عبارة عن تبلي على الناس، أنه اليوم عشيرة إذا تريد تغتني وتريد يصير عندها فلوس وتريد تربح فلوس بسرعة بطريقة يعني طريقة قد يراها البعض حرام، قد يراها البعض يعني كل من يراها من وجهة نظره، لكن هي طريقة غير حضارية. لما نشوف اليوم أنه واحد يجي يتبلى الآخر وتعال جيب عمامك وفصل ويدفع فلوس المواطن بلا ذنب، لأنه ماكو قانون يحميه من مجموعة تجي ترمي بيتها أو ترمي شغلة بالرصاص الحي ويكتبون عليها مطلوب دم. معقولة هذا الكلام اليوم؟ ذول العشائر مو هم المفروض العماد اللي يستند عليه أو الجدار اللي يستند عليه المواطن البسيط حتى ينقذون البلد؟ إذا هم اللي يقولون إحنا مجتمع قبلي وعندنا عادات وتقاليد، إذا عاداتهم وتقاليدهم ما تشتغل إلا في الأمور السيئة، كيف يمكن لهذا البلد أن ينصلح حاله؟ استاذ محمد خلينا اكون صريح وياك واقعي، سبب دمار البلد هم هذه المشايخ والقبائل. يا اخي ليس القانون بطن قانون، اخو قانون مع الدوله المفروض كل يمشي عليه، شنو عشيره شنو هذا ما يصير، هو هذا القانون بطن القانون هو اللي دمر البلد. يعني انا مو بس بهذا الوقت حسب النظام السابق المفروض هذه يطلع عليه، ماكو تعال عشيره او تعال وزعلك، اكو قانون كل المواطنين تمشي عليه، حتى يسود الامن يسود الامان. يعني احنا للاسف الشديد ما قبل ان نعطيهم مجال، هاي المفروض يعني اليوم على حد طيب. احنا يعني بهالوضعيه هذه اللي يعني حتى دول العالم شوف لك اي دوله ماكو مثل العراق، يعني قانون بطل قانون ما يصير، هذا غلط. لو ترجع القانون الحوزات الدينيه يا اخي احنا المفروض القانون الدوله هو اللي يسموه هو اللي يمشي على الكل احنا طيب. هو هذا اللي دمر العراق. شكرا سيد عبد الرزاق، نكتفي بحضرتك بهذا القدر. دعونا مشاهدينا نكمل الحديث في حلقتنا، لدينا لازلنا نملك مواضيع مهمة حقيقة ويعاني منها المواطن العراقي. من أهم الأمور التي يعاني منها المواطن العراقي اليوم هي شحة المياه وتلوث المياه في مناطق مختلفة من العراق. اليوم جفاف، العراق فيه تلوث كبير بالنسبة للمياه، لا يوجد توزيع عادل بين المحافظات، لا يوجد معالجة حكومية ملف الجفاف الحاصل الآن، وسنعرض لحضراتكم لقطات صادمة طبعا عن وضع العراق اليوم ووضع نهر دجلة. مواطن أو مواطنون اشتكوا حقيقة من شحة المياه وتلوثها في منطقة الدخانية التابعة لناحية الجدول الغربي التابعة لقضاء الهندية في محافظة كربلاء. لنشاهد. عم احنا ناشي قيم مقام الهندية جدول الغربي، يا اخي هاي مو وضعية، العالم منين تدرس مي؟ اسهالة ماكو مي، والله هاي وضعية بزعنا من عدها، لا مي لا كهرباء لا غذائية، ماكو هيك وضعية. شوف الجدول شلون خايس، بس باوعله يا قيم مقام يا جدول الجدول الغربي، ماكو هيك وضعية، حلال مات جيعان ماتت عطش، الى متى هالوضع؟ الموضوع لا ينتهي عند هذا الحد مشاهدينا. ننتقل الى محافظة بابل، حيث وثق مواطن رمي المياه الآسنة الثقيلة في نهر الإسكندرية في المحافظة. لنشاهد. هاي مياه ثقيلة، مياه ثقيلة، وين بالنهر مجرية، هاي النهر أذيج مديرية الناحية، هاي
خد شوف العالم. هاي مياه ثقيلة. شنو هذا البور البايب العابر الشارع؟ على اساس من هولا مال امطار، تصريف امطار. هاي عابر الشارع من الحي العسكري. هاي المركز الصحي مال اسكندرية مقابيلة. مياه اسنة ثقيلة، الريحة تفتن. هذا فيما يتعلق بالتلوث مشاهدينا الكرام. ننتقل الآن إلى هذه الصورة. هذه الصورة في منطقة القريعات في العاصمة بغداد. مجموعة من الشباب العراقيين وجدوا بأن مستوى نهر دجلة وصل إلى هذا الانخفاض. لكم أن تتخيلوا أنه يصل تقريبا إلى مستوى الركبة. قاموا بالدخول إلى نهر دجلة مشيا طبعا، وقاموا بنصب شبكة للكرة الطائرة. يرغبون بممارسة هذه اللعبة في نهر دجلة. استطاعوا أن يصلوا إلى هذا المكان ويمارسوا هذه اللعبة فعلا، ويستمتعوا بوقتهم فيما يعتقد الكثير أنها اللحظات الأخيرة التي يعيشها نهر دجلة في العراق. هذا الوضع المأساوي قاد إلى أن عرضنا في مقاطع سابقة طبعا أن يقوم شخص شاب عراقي بالجري في نهر دجلة. شاهدنا مقاطع جفت بها مستويات المياه، انخفضت لدرجة أنها جفت تماما تحت إحدى الجسور أو أحد الجسور في العاصمة بغداد أيضا. يعني إذا كان الإنسان قد وصل إلى هذه النقطة سيرا على الأقدام، وهي نقاط كانت سابقا تؤدي إلى الغرق لمن يصل إلى هذا المستوى لأنه مستوى عميق، لكم أن تتخيلوا الحالة المأساوية الذي وصل إليه الوضع بالنسبة لملف المياه. دعونا نتابع سريعا التعليقات مشاهدينا الكرام التي وردت بشأن هذه الصورة. علاء الفتلاوي يقول: هاي الإنجازات العظيمة، ملاعب بنص دجلة، بإيطاليا ماكو، شو تريدون بعد؟ طيب. زيد نصير يقول: جميع الجزرات واضحة بمعظم المناطق، دجلة يلفظ أنفاسه الأخيرة. حسام يقول: إذا اليوم كرة الطائرة باكر ملعب دعش، وإذا ظلت الحكومة على هاي الوضعية احتمال نروح نقعد بيه تجاوز. ربما يا حسام هذا كلام فعلا حقيقي وارد. نور تقول: دمروا البلد وراحت المليارات بجيوبهم، وبأي لحظة يتركون العراق ويعيشون بأحسن دول العالم ويخلون الشعب يعاني فوق معاناته. وهذا هو ما يتوقعه كثير من العراقيين، أنه في حال لو حدث ما حدث سيقومون بالهرب والذهاب بملياراتهم التي سرقوها إلى دول أخرى. دعونا ننتقل مشاهدينا إلى المقطع الأخير لدينا في هذه الفقرة، إلى محافظة البصرة. مشاهدينا الكرام، هذا مواطن من محافظة البصرة يشكو من انقطاع الوقود وفقدانه في محطات التعبئة في المحافظة. لنشاهد. المحطات الساعة بالوحدة بالليل، يعني جزاء الله خير، هاي المحطة الوحيدة اللي جاي توزع بنزين. افترينا الزبير، افترينا كل المحطات ما لقينا بنزين، بس هاي المحطة الوحيدة اللي جاي تعبي بنزين. وباوع الازدحامات، باوع الناس شلون ملتمة على البنزين. هل يعقل على قولتهم أم النفط تحتاج بنزين؟ هو احنا هسه هالقاع اللي أنا واقف عليه متروسة نفط، هل يعقل هذا؟ فاحنا ما ندري شنو الوضعية. جزاهم الله ألف خير، هاي المحطة قاعد تنطي وتوزع للساعة واحدة بالليل. احنا شنو يعني وضعية البصرة شنو؟ يومية طلعونا سالفة، يوم ماي، يوم كهرباء، يوم بنزين. نكمل مشاهدينا الكرام في هذه المصيبة حقيقة التي تعم على العراقيين واحدة بعد أخرى. يعني في محافظة تعتبر من أكبر المحافظات المنتجة والمصدرة للنفط لا وقود فيها. الآن ناشط من محافظة البصرة أيضا وثق بمقطع مصور خلو عدد كبير من محطات تعبئة الوقود من الوقود، وأكد أن سبب الأزمة بسبب وجود عمليات تهريب. لنستمع. هاي المنتجات النفطية تقول ماكو أزمة بالبنزين، تفضلوا. هاي كل محطات البنزين محسن ماكو. هاي ثاني محطة أروح لها، هذا الازدحام اللي موجود به واصل إلى هاي، شوفوها. منتجات نفطية تقول ماكو أزمة بالبنزين والمحسن ما موجود. في مقطعنا الأخير بالنسبة لقضية البصرة مشاهدينا الكرام، هذا مقطع آخر لناشط
مصريا تحدث ايضا عن هذه الجزئيه. رئيس وزراء تدري لو ما تدري؟ خاف ما تدري، البصره ما بيها بنزين. عندك علم لو ما عندك علم؟ بصره ما بيها بنزين. اعضاء مجلس نواب حلبوسي كاظمي برهم صالح الجميع ماكو بنزين بالبصره، البصره ام النفط نصدر لها 4 مليون برميل باليوم ما بيها بنزين. مصافينا وين؟ مصفى الشعيبه وين؟ مصفى القياره وين؟ ماكو بنزين، ما جاي يمثل، محطات توقفت عن العمل. تفضل تفضل شوف محطات مسدوده، شوف بنزين ماكو، بنزين ماكو. جاي نصيح 5 6 مخربطين جاي يهربون. محافظة البصرة تحديدا أقلكم وياها وبكركوك وبالموصل عددهم ما يتجاوز 5 أشخاص هم المتولين عملية التهريب بالبلد، ما تقدر تكذبهم يا رئيس الوزراء. لنتابع سريعا مشاهدينا الكرام التعليقات التي وردت بشأن هذا الموضوع. أبو حسين البصراوي يقول: لا تحل أزمة الوقود، فشل شركة التوزيع النفطي في البصرة، بحار من النفط ولا يوجد بنزين، مهازل الوطن. تعليق من علي السكيني يقول: كلهم يدرون ماكو بنزين بس مغلسين. تعليق عندنا من وليد عبد الله يقول: العالم صنعت محطات كهربائية لشحن السيارات واحنا بنزين ما عندنا، في بلد يصدر يوميا 4 مليون برميل نفط. ومهدي الفورتي يقول: الفوريتي، البنزين يهرب لأن بسعر التراب قياسا بالسعر العالمي. مشاهدينا الكرام، كان هذا ما لدينا في هذه الفقرات التي أو المقاطع التي يتم تداولها في مواقع التواصل الاجتماعي، وبهذا نصل إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم. أشكركم شكرا جزيلا لطيب المتابعة، وإلى اللقاء.